كنرحب بكم كلكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. حنا الان كنتواجدوا في الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين المغاربه كيفاش كتجيهم ارتفاع اثمان ديال الخضر في فصل الصيف. نشوفوا الاجابات ونرجعوا لكم. المهم الاثمنه اللي هما عارضينها شويه مرتفع على الناس، لان الناس ماشي في القدره الاستطاعيه ديالهم انهم يشريوا الاثمنه ديال الخضر بداك الثمن. واتمنه نتمنوا انها تكون في المستوى ديال الناس، زعما سي با ترو اي نو سي ايكيليبري كما نقولوا سي ايكيليبري. بزمنك شي حاجه اللي ضروريه راه تاخذها بزمنك، شي حاجه اللي ضروريه راه بزز كماليه راه مثلا ما عندنا ما نديرو به. دوك الاستعمال ديال الفلاحه وداك الشيء ماشي وقت الفلاحه، دابا داك الشيء اللي كيعطيو دابا راه كيكون خزان، بحال عندنا في الفريكو او هذا، اما وقت الخضره دابا ماشي وقتها، كموسم ديال الخضار ماشي وقته هو، علاش ارتفع شي شويه كيزيدوا فيها في الثمن؟ داك الشيء يكون طاطا بحال الفريكو بحال هذاك الشيء كيكون الفريكو كيزيدوا واحد شويه على حساب ترانسبور وعلى حساب هذا. بالنسبه زعما الثمن معقول، الثمن معقول، كان بالنسبه للناس اللي ما عندهمش راه مرتفع شويه الثمن، خصهم ينخفضوا شويه، ينخفضوا على داك الثمن. يعني ما كاينش شي ارتفاع يعني مفرط، يعني الاثمنه عاديه بالنسبه لنا حنايا. والناس اللي كيعيشوا هنا الله يعلم يزيدوا فيها غاليه. ايوا المسكين ما بقاش اللي ما يعرف، المسكين ما بقاش فين يعيش، يا اللي عنده راه عايش، اللي ما عندوش ما عايش. اختي هذاك الشيء كيجي غالي شويه مزيان، قول لهم شويه حاولوا على المسكين اللي ما عندوش، موليه اللي عنده راه معروف، اللي ما عندوش راه المسكين دايره ما صايبوش في دارو. اذا المشاهدين من بعد ما سولنا المواطنين المغاربه على كيفاش كتجيهم ارتفاع اسعار ديال الخضر في فصل الصيف، فكما شفتوا معنا الاجابات كانت على ان الخضر كيستعملوها يوميا، فمن الافضل انهم ينخفضوا واحد شويه في الاسعار. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، بسلام عليكم.